الحاتم يسرع عرفات طريق الشباك. هندوراس أول هدف منذ 500 دقيقة تقريبا في كأس العالم. أخيرا يصلون، أخيرا يسجلون. هندوراس، هندوراس هدف أول يجعل الجماهير سعيدة ومنتهى الحماس. الله على المنتخب الهندوراسي كارلو كوستري. واحد هندوراس لا شيء الإكوادور. هدف يشعل فتيل المباراة ويجعلنا الكثير ننتظر الكثير من المتعة في هذه السهرة. الفرحة الهندوراسية لأنصار لغرسون. عادت للخلف باريدس، كارلوس باريدس يمر، باريدس يلعب كرة تغير اتجاه، جميل الكرة. مجهود رائع باريدس، أطلق قوية إنر في الانتظار. الإكوادور بدأت المشوار من أجل أهم انتصار ربما لهم في المونديال. الله على الإكوادور، عودة سريعة من فالنسيا، هفوة قاتلة من الدفاع. إنر كان وحده في القائم الثاني بعد أن ضيع الكثير من الكرات.